الوضع في دائرتنا يعني الحمد لله وضع كما شاهدتم أنه قلة المراجعين، إنجاز عمل يعني معاملة يعني إذا كامل متكاملة لا تستغرق سوى أسبوع لاستلام الهوية. ومن فضل الله أنه المراجعين يعني دائما يدعون لنا الحمد لله والشكر، العمل مستمر وبجهود حثيثة من قبل الموظفين. بعض المرات نبقى إلى أوقات متأخرة، مرات بالليل نجي نشتغل لغرض إنجاز المعاملات لأهلنا. شو المعوقات اللي تواجهكم؟ إن شاء الله سيتم تجاوز هذه المعوقات. يعني هناك بعض من دوائر الدولة تكرار بعض الأخطاء لديهم، فيوم أمس يعني ما كتوقيع مدير عام من دائرة الموظف يعني يجيبون المعاملة يقولون أنتم تنجاز أنت والتقاعد. فيوم أمس كان اجتماع موسع لكافة شعب التقاعد في دوائر الدولة للوقوف على هذه المعوقات، وإن شاء الله الخير آت. يعني بعد يعني ماكو أخطاء إن شاء الله. خطة مشتركة بيناتكم؟ نعم، شكلنا ورشة عمل طبعا برعايه السيد المحافظ، اتفقنا على تشكيل ورشه عمل تجتمع شهريا للوقوف على معوقات العمل لدى دائرتنا، ايضا حل المعوقات اللي بين دوائر الدوله وبين يعني صندوق التقاعد. يعني الغرض منها لانجاز المعاملات اللي هم اهلنا وابائنا وامهاتنا المتقاعدين. يعني شو توصل المتقاعدين في من دائرتكم؟ والله نوصيهم ان هم يراجعون شخصيا. يعني المتقاعد مرات يعني احنا نعاني من انه يجون اصحاب ما اصحاب علاقه، فندخل بمشاكل معهم، يعني تصير مشاكل. او مثلا هي وكاله، يعني ينظم له وكاله لاي شخص يجي يراجع، وكاله رسميه سواء كان للساده المحامين او الاباء، يعني اي شخص من اقربائهم. يعني فاحنا اللي يجي عندنا صراحه اذا ما ابن المتقاعد، يعني يجي مثلا والله ابن خالتي او ابن عمتي ما ندخله، يعني نرجعه نقول له يجي المتقاعد شخصيا، او من ينوب عنه من ابنه او وكاله رسميه صادره من كاتب عدل بعد التاكد من صحتها. يعني حتى الابن لازم يحمل وكاله. نعم يحمل وكاله رسميه حتى يقوم بأعمال المعاملة. والمعاملة إن شاء الله بالأيام القادمة أي معوق بعد يعني مرفوض المعاملة نرجع للدائرة تعالجها وتجيب لنا إياها سليمة كاملة. حاليا احنا بصندوق تقاعد نينوى، عندي معاملة تقاعد أنا من دائرة العمارة الهندسي وزارة العمارة والإسكان، وباشرت معاملة التقاعدية، والحمد لله تقريبا اليوم وصلت الإنجاز وإلى حد هوية التقاعد. التعامل طيب من قبل الموظفين والدائرة، إنجاز سريع ماكو أي تأخير، استقبال طيب جدا من قبل الموظفين للمراجع، تأخير للمعاملات بحيث يعني ما شفت أي تأخير. يعني بالنسبة لي كل تعاملهم طيب، إنجاز سريع، دائرة جيدة، باحترام للموظف والمراجع اللي راجع المحال على التقاعد، ينطون قيمته وقدره الخدمته اللي أداها تجاه هذا البلد، وجزاهم الله خير، وإحنا نشكرهم جدا على هذا التعامل مع المراجعين. والله توقف راتبه وكملت إن شاء الله وبدلت هوياته. ليش كان أصار توقف؟ والله ما يعني كان الهويات القديمة السادة. الهويات قديمة؟ إيه كملته إن شاء الله. وين كملت الهوية؟ كملت هناك بالدائرة التقاعد. سلمت القديمة؟ القديمة وكملت هذا، هسه باقي على الكيكرت وكمل واطلع ان شاء الله.